احنا ازاي ممكن ندمج ما بين الحاجه الكلاسيك والمودرن بشكل شيك، وفي نفس الوقت زي ما انت بتقولي نبقى راضيين كل الاذواق. يعني لو مثلا انا ذوقي كلاسيك وخطيبي ذوقه مودرن، ازاي ممكن نعمل الاثنين مع بعض في البيت؟ بصي، الاتجاه دلوقتي طالع ان انت ادمجي اي ستايل مع بعضه هيمشي. ادمجي مودرن مع ستايل ال خلي بالك ان الكلاسيك دلوقتي او الستيل، عشان برضو نرضي اذواق الناس اللي هم كلاسيكيين شويه، طلع النيو كلاسيك اللي هو مش بنفس قوه الكلاسيك بتاعنا القديم المذهب، وفي نفس الوقت في رقه والموتيفات بتاعته رقيقه برقه المودرن. حلو قوي. حتى في الديكور بتاعه حواليه برقه المودرن، مش واخد نفس تقل الكلاسيك. فدي عرايس كتيره او من الناس اللي بيوضبوا بيوتهم جداد بيتجهوا له اللي هو النيو كلاسيك، برضو عشان الى حد كبير يرضوا اهاليهم. صح. فهتلاقي ان انت خروجك من الستايل ده على حاجه مودرن جوه، مثلا في الليفنج او في اوض النوم، سهل سهل ان انت تسحبي نفسك منه. والنيش يا هبه اللي عامل ازمه. لا ده النيش خلاص ما راحت عليه، خلاص ما بقاش فيه المنتج. ارجوك كرري الجمله دي تاني. خلاص ما بقاش فيه النيش، ما بقاش موجود. عايزه اقول لك ان الوحدات العلويه في المطبخ مش موجوده. ما بقاش بقى الجزء السفلي، بس جزء سفلي او يونتس حائطيه، بمعنى ان انت الحيطه من اول السقف لحد الارض يونتس مطبخ كاملة. ما تشوفيش ان انت الدنيا مقسومه. تمام. ده للناس اللي عايزه تخزن او اللي مساحتها يعني بتسمح بكده. لكن انا لو مساحتي صغيره انا بكتفي بالوحدات السفليه، والوحدات العلويه زي ما احنا شايفين هنا بتبقى مجرد ديكور رفوف او الشفاط بتاع البوتاجاز.